مشيت مع بيته، ففتحنا البيت كده لقيت صورة العرس معلقة في البرندة. قلت ليه حسن دي شنو؟ قال لي دي صورة الحادث. فأنا ما داري أخوف زول، لكن اللي قدام الشغلة ماشية كويس يعني. بعدين قال واحد جا لي أبوه قال لي أبوي أنا داري أتزوج. قال لي لقيت المرأة؟ قال لي لقيتها. قال لي من الأهل ولا من برا؟ قال لي والله من برا. وشفتها وين؟ قال لي والله يا أبوي شفتها في حفلة. ها؟ قال لي شفتها في حفلة. ساقوا من يد ودى لي أمه. قال لي شايف دنيا حفلات. لأنه يا إخوان الاختيار الحقيقي قالوا ما تشوفها في حفلة، ما بتشوفها سمحة. والله قالوا مرة واحد مشي حفلة. طبعا يا إخوان نسواننا ديل يعني في البيت شكل، برا البيت شكل، والله العظيم. ومرتك برا البيت تشوفها سمحة سماح يا أخي. مرات والله في الحفلة إذا الكشافة جهراك ولا بتعرفها تقعد تشاغل فيها يعني. والله واحدين بعد كتبوا الرقم يمج قريب كده كان يلقى المرة يقول لها المفتاح وين المفتاح؟ لأن يعني شكل براو ما شاء الله تلقاها المكياج ده واللبس التوبة السمح. المرة في البيت الشعر زي بوخ الحلة، أقسم السفنجات أي فردة لون براو يا أخي. عندها قميص تلقى مرسوم فيه طاووس من اللبسان الكثير بقى والدبرق. طبعا قال واحدة عندها مراية في البرندة عمرها ما وقفت فيها ولا شافت ذاتها. اليوم هذيك جات قاطعة كده بس فجأة شافت روحها، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. قالت يمكن دي الجنبة دي، لأنه كده كده أشوف الجنبة الثانية. طبعا عاينت الحقيقة يا هالحقيقة. لما انقنعت وعرفت الحاصل قالت أه المراية ذاتها صينية. صينيات ما بدنا الحقيقة يعني. هاي بعدين طبعا النسوان يعني عندنا الغيرة. الله يقدرك شكر لك مذيعة ولا كدي ولا هناي، هاي يعني تشوف لك مذيعة في التلفزيون، خاصة أخواتنا الفنانين الأزرق دي يعني زي فاطمة دي هسه الأستاذة فاطمة دي تشوفها وتقعد تشكر فيها. فمرة واحد ما شايف المرأة بس شايف في التلفزيون كده، قال يا أخوانا والله المذيعة دي سمحة. قال لي قاوة راو. قالت لي وين السمحة؟ السمحة ويني دي؟ أصلا الله يسألك دي سمحة؟ والله لو دي سمحة أنت ما عندك علاقة بالجمال ذاته. قال لا والله في دي صدقتي. في نوع بعد العرس يمشي سنتين ثلاثة بتم مسلسلات تلقيه لبسها في الديجيتال يا زول. يوم المرأة وقفت قدامه قدام التلفزيون قالت لي سألتك بالله الفرق بيننا وبين غادة عبد الرازق شنو؟ قال لا علي الطلاق دي غادة وانت عبد الرازق. واحد قالوا ماشي ليبي ومصري وسوداني لقاهم ماري، قال لهم انا حوريكم مستقبل بلدكم في الكورة اللي قدام. بدأ بالليبي قال لي الليبي ليبيا دي حشيل كاس الأمم الأفريقية 8 مرات وانت ما حتحضر. الليبي قال قاعد يبكي 8 مرات كاس أفريقيا ما يحضر. عايل للمصري قال لي مصر دي حشيل كاس العالم لكن انت ما حتحضر. المصري قال السوداني ما شليك. قال لي ونحن؟ المارد قال لي نتواصل معكم بالتأكيد. الفاصل الغنائي الغ